عايشك. الحمد لله الحمد لله. واخيرا الفيلم اليوم في القاعات اول حاجه، هذه حاجه تفرح الناس كلها، تفرحنا نحن سيرتو اللي تهمنا برشا عليه باش نوصلوا اليوم للقاعات. الحمد لله وصلوا، ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور، وان شاء الله ان شاء الله الفيلم يعجب. احمد، يمكن حاجه لاحظناها اليوم في العمل كونه خدمه كبيره على الكوتي خليني نقول النفسي نتاع الشخصيه، دونك بالنسبه ليك انت التحضيرات كيفاش كانوا؟ السؤال هذايا صدقني كي تسألني نتبلوكا، علاش؟ على خاطر فما حاجات ما نجمش نسميهم، يعني نحسهم وما نلقلهمش ما نلقلهمش اسم. أكيد فما تورتور مع روحك من داخل باش تخرج، حاجة كيما هكاكا، معناها باش تخرج الهم هذاك، المرض هذاك باش تخرجه، معناها يلزمك برشا تعب من داخل. خدمت على الكوتي تكنيك، الحقيقة الكوتي تكنيك خدمت عليه، تكنيك دو لاكتور، فاش يتحرك فاش يمشي، الموفمون نتاعو كل شيء. سينو الجيش هذاك معناها ما نجمش نقول لك كيفاش بالضبط، يعني حاجه من داخل لازمك تخدمها وتخرجها صحيح. بعد ما كملت يمكن التصوير، كريم قال لي كونه بريسك 17 جوغ قعدتوا تصوروا في العمل هذايا، بعد ما كملت التصوير قعدت حاجات تحب تتخلص منهم؟ ايوا قعدت نرفو شويه، نرفوزي برشا وليت، مش شويه من قعدت بيريود نرفوزي برشا. انا دابيتود عندي سون فروا ونرفز فيسا، اقل حاجه تنرفزني، لكن الحمد لله دخلت في فيلم خادم عليسا نتاع وليدات صغار، هكا المود نتاع لي كولور وجو الصغيرات والفرحه عاونتني برشا باش خرجت من بيرسوناج فيسا فيسا. الحمد لله الحمد لله. اليوم في عدد من المشاهد في الساله في الكوليزي، كل ما يجي احمد للدولتي فما بلان سيغي، فما المشاهد اللي العباد تقف وتصفق فيهم على شاك ريبريز، كيفاش كانت السنساسيون بالنسبه لك؟ والله يا تتويج، هو تتويج لخدمتي، يعني كيفاش يقولها، خدمت ولقيت الحمد لله. الجمهور هو اللي طلع كل يابتك، راه ما كسرش راسك. اليوم الجمهور تفاعل مع بعض المشاهد، نفرح ولا ايش تقول لك؟ والله نفرح خاطر تو سامبلومون خدمت. انا معني حطيت اللي نجم نحطه، حاولت نخدم على الشخصيه كما يلزم تكون، الحمد لله ربي وفقنا الحمد لله. نكمل احمد مع الكاستينج، التعامل مع الممثلين هادي الماجري ميسا ساسي، كيف كيف تفرجنا في حوارك كونك حكيت على بنتك، كان صعيب المشهد معاها، احكي لنا شويه من الاجواء هذه. نقطة قوة الفيلم كاستينج، زاد مهم جدا الكاستينج في الفيلم، الممثلين كلك شفتهم في بلايصهم وقاعدين يعملوا في بيرفورمانس حلوة برشا. لو نيفو مان. بنتي الصغار كل انا فراجيل مع الصغار، سايبة الخدمة مع الصغار. متوجع برشا مع الصغار، سيرتو المشهد مع بنتي. يعني كان مشهد صعيب برشا الحقيقة، لكن كما قلت لك الحمد لله والله بالحق فما حاجات ما نجمش ما عنديش لهم اسم، معناها هما أحاسيس نحسهم معناها أنا وكا ومعناها. وي تخي كروند ريسبونسابيليتي، العباد جاية وأون سال سوبر كومبلي بريسك في 2000 بيرسون في لافون بروميير في تونس في الكوليزي. C'est une très grande responsabilité, malgré y a quelques pannes techniques لهنا في السالة. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait les salles الكل. Mais oui, c'est bien, العباد الكل موجودين. C'est ce qui compte en fait, العباد أنا تجي وتشوف وتتفرج. اللي يقول لك باهي، اللي يقول لك خايب، اللي يقول لك عشان. C'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est bon. Le film خرج وباش يمشي للسال، وهذيك أهم حاجة.
اخترت كريم في العمل يمكن التركيز برشا على الجانب النفسي للمختلف الشخصيات نجم نقولوا لي بيرسوناج نتاعي كل كي كتبهم فيهم فما لو كوتي يعني كي يبدا عبد مع العباد يعني او نيفو كتابه يعني نحكي حاجه وفما لو كوتي بروفون اي بسيكولوجيك بينو بين روحو سورتو مع البروتاغونيست احمد يعني فما برشا كوتي بسيكولوجيك معاه برشا سورتو لي مومون سيلونس في الفيلم ولي بلان لارج والسكتين هذوكم سي فريمون بسيكولوجيك يعني هذوكم اللي يردوا يقلق يعني كنقول يقلق يعني رزين الفيلم على العبد على خاطر في دي سيكونس خايبين شويه مع ولادات صغار وكل شيء اي سي لو بوت يعني سيتي ليكريتور على باس سيتي كوم سا سيتي ابروندر او اليسي سيتي ان شوا كو جي في و سي سكون افي. بالنسبه للكاستينغ كريم علاش اختارت احمد لاندولسي كونه يكون البطل هيدي الميجري ميسا كيفاش صار الكاستينغ سورتو زيد نحب نرجع لميسا سيسي كونه كان اول عمل بالنسبه لها قبل ما راهو في حرقه ايتترا كيف بديت نكتب في السيناريو كنا قاعدين في قهوه يعني انا واحمد وهكا وقلت وي بوركو با دونك جي كومونسي في الديفلوبمون تاع لو سيناريو خممت في احمد واحمد سي ان تري غران اكتور لا برسمي اكتر ممثل كبير بالقدا ويعرف اش قاعد يعمل ويعرف شنو هو يعمل ويعرف وقتاش لازم يعمل وقتاش لازم ما يعملش اما معايا انا لازم يعمل سي بور سا كو ايلي اكسيلون ميزا بار كو لي اكتور الكل ما يسيسي ايلي مانيفيك ايلي مانيفيك منصف العجنجي منصف العجنجي ايلي مانيفيك هادي الميجري بين السلطنيه ايمن مناعي ايمن زغواني عماره مليتي الكلهم انا جو تروف كو جي في ان كاستينغ يعني جو نو شيرش با لو كاستينغ اللي هما يظهروا في التلفاز برشا والمحروقين مع كل احتراماتي الناس الكل بيان سور مانيش غاديكا جو شيرش العبد اللي لازم يكون في البلاصه هذيك يعني هذاك الكاستينغ اللي خدمت عليه انا سي با لو كاستينغ فوندور او 5 ايتوال او جو سي با كوا خدمت على الممثل اللي البلاصه نتاعو خذاها خاطر لازم ياخذها وكها demain ou après demain après normalement après demain في لي سال كل هي ليست فقط تجربة مختلفة لي إنما تجربة مختلفة بتأثر في كتابة السينما التونسية وقفزة نوعية في السينما التونسية من خلال فيلم سفاح نابل اللي حبيت نحيي فيه كريم برحومة نشكر ساعة على اختياري في هالعمل الأثر ذي أقول مبروك للفيلم مبروك للفريق العامل مبروك للسينما التونسية كذلك فوالا هذا هو كما كنت تشوفوا فيلم ما كانش عادي دي انا بدي من شارك في الفيلم هذا نحس في معناها تعديت ديزيموسيون معناها خطيره جدا وشيقه للامانه هو برافو ساعة على اختيار الكاستينج يعني معناتها من انا الكاستينج بتتر كريم برحومة كلمني على الفيلم هذا قبل بعامين ولا قبل بثلاث سنين قعدنا حكينا في البيرسوناج كنا في بيرسوناج واحد اخرى بعدين بدلت وليت في البيرسوناج بتاع الليلة اب الناصر الغير شرعي واللي هو معناتها عدير وزرارق زرارق الخوف والرعب هذاك معناتها هو اللي ساهم باش كون النموذج السيء هذايا وخرجوا للمجتمع من خلال كتلة الشر والشيء اللي يحمله هو معناتها من حقد ومن شر بصفة عامة مش شانطي بصفة عامة معناتها دونك سي سا من جملة العوامل اللي كانت أثرت باش خرج السفاح في تونس في هيك التاريخ هذاك كان الأب نتاعو غير الشرعي في ممكن اللي خلاه يستانس بالجريمة وخلاه يخرج يخرج في الأجريسيون هذيك وفي المرار هذيك الحاجة الباهية اللي من أهم الأشياء اللي ساهمت في نجاح الفيلم هذا مش بتاتر هو مؤكد أنه الكاسينج اختيار الممثلين اللي فيه شفت الهادي الماجدي عمر المليتي بلال السلاطنية داليس قرقر مايس أساسا اللي قدمت حقيقة مستوى لعب خارق للعادة هذا هو دونك ما طبيعة ما نحكيش على أحمد لاندرسي بطل الفيلم لأنه شفناه اوترومون احمد شفناه في مس حاجه واحده اخرى ودخل في اثنين اخرين مهمين دونك ان شاء الله التجربه كانت ناجحه وان شاء الله عبرت على المعاناه اللي عانوها الناس اللي شاركنا في الفيلم هذا كل في الوقت هذاك ان شاء الله ما نفيقوش ديما والافلام ورا بعضهم بو ما يشبهش برشا الدشره ما ينجم يكون ماشي في التوجه هذاك مي ان شاء الله عجبك انت ساعه الفيلم قبل كل شيء انا نسال هيدي انا هاني جاوبت قلت لك مش برشا دشره اما نجم نقولوا شويه هكا
دونك هذه كيفاش خدمت يمكن على الشخصيه هذه؟ نتصور كان فما برشا التركيز على الجانب الشخصي نتاع الشخصيه، الجانب الذاتي نتاعها. هو قبل كل شيء انا ركزت على البوستور كوربوريل نتاع الشخصيه، لانه الناس شافوني في دشره شخصيه هكا نقولوا مليان سمين، حاولت اني نخدم على شخصيه اللي هي باش تكون شخصيه تنتمي لوسط اجتماعي تاعب منسحق، شخصيه عندها اوجاعها، دونك ما ينجمش يكون بالجروسيس هذيك. عملت ريجيم سيفير نتاع شهر ونص، طيحت بريسك 11 ولا 12 كيلو باش شفتوني في الشخصيه هذيك. اما تو رجعت بحكم انت تعرفني ولد القروان، رجعت ناكل في المقروض باش رجعت شحماتي. هذه دونك انت واحمد اللولسي صحبه كبيره في الدنيا نعرفوكم، في الفيلم كيفاش تم التعامل سورتو كونكم خدمتوا بارتنير معنا في الفيلم؟ اي احمد كنا نفدلكوا برشا قبل التورناج، احمد صاحبي وخويا، اما زيد ما ننكرش اللي هو بارتنير يعاون برشا جينيرو، يقدم الإضافة، وحسيت أني مرتاح خاطر بحكم ممكن علاقتي القوية وصديقتي بأحمد، حسيت وأنا نخدم كأني مانيش نمثل، كأني عايش الحالة في حد ذاتها. أي صافي حنا بالصورت قبل حرقة وقبل سيتكم البلاس، ونحب نشكر كريم برحومة على خاطر أمن بيا وعاوني دلي للمشروع هذا وتصوير سبق. وبالنسبة لينا فيلم صافي حنا بالبوخت بونوغ حلي بارشا بيبين للأعمال الرمضانية اللي عديتها عني، والسي غراس أكريم برحومة وسي غراس السيا سو فيلم لا، واليوم خرج للنور الفيلم متاعنا، وكانت تجربة ما بين الصعوبة وما بين المتعة زيدة. استمتعت برشا في الدور هذا لأنه أول مرة نخدم شخصية مركبة بالطريقة هذه. نتصور اليوم ميسا فما شوية خوف مع عدد الناس اللي حضرت اليوم في الأفون بريمير؟ أكيد خوف، لأنه الشخصية عندها علاقة بالموروث الشعبي والثقافي متاعنا، لأنه تكتبت في تاريخ تونس، والناس الكل تستنى خاصة العباد اللي ما حضرتش على الوقائع الجرائم اللي عملهم السفاح، دونك العباد في انتظارات معناها أخرى. وإن شاء الله اليوم حاولنا أن نكون فريق الكل على مستوى الانتظارات، وإن شاء الله يكون عجب الببليك ومس العباد وحل طريقة تفكير أخر في نوعية العباد ذوما، على خاطر راه المجرم أكيد راه أسباب وراه تركيبة نفسية، وهذا اللي حاولنا أو حاول المخرج من خلال الإخراج ولا من خلال السيناريو أنه يبرزوا أنه راه المجرم وراه فورسيمون ظروف عاش فيها هي اللي أفرزت منه الإجرام اللي شفناه توا في الفيلم. وكيف كيف يمكن كما حكيت انت ميسا كونه فما التركيز اكثر على الجانب النفسي نتاع مختلف الشخصيات؟ اكيد الجانب النفسي مهم، لانه الجانب النفسي هو اللي يصنع الانسان. والناصر ماهوش من فراغ يرتكب في الجرائم نتاعو، اولا علاقته بامه، الاطار الانجاب اللي جاي في اطار غير شرعي، الام اللي كانت تعاني في وجيعه من 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 اغتصاب من 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 اغريسيون من عم السيد اللي كانت عايشه معاه اكسيتيرا، دونك هذا الكل أثر على نفسيته وخلى منه شخصية متوترة مضطربة نفسيا، مما أدى أنه يرتكب جرائم نوع هذا. لكن بطبيعة الحال احنا ما نجموش نخرجه وبطل هو مجرم، ومن ما نجموش معناتها نبرره الأشياء اللي عملها، وتقعد ديما أنا ديما نقول النفسي مهم يسر في أداء الشخصيات من نوع هذا. أي تجربة مختلفة من جميع النواحي، من البرودكسيون، من شخصية ذي عمل حبيب، هي شخصية جارديني تاع الحبس اللي توجدت حقيقة، كانت موجودة وعملنا عليها شوية ريشيرش. حبيت نظهر من الشخصية هذه انه قد ما يكون الجارديني تاع الحبس دور معناها والرحمة ليه في قلبه، وقد ما ينجم يكون عنده ان كوتي هيما معناها جانب انساني، اللي جاست في سيكونس الاخرى كي مشي عند مسافح نابل وكيفاش عطاه السيجارو، معناها هذه سان بارادوكس حبينا نحاولوا. انا شخصيا حبيت نحاول نكون قد ما هو ينجم يكون الجارديان تاع الحبس صعيب وما عندوش رحمه في قلبه، ولكن هذاك الكل استعمال باش معناها يعمل نظام خاص في ما بين المساجين، لكن زاد عنده ان كوتي هيما اللي ينجم يكون معناها كوتي انساني فيه يتعدى. ولا اي انا سالت، انا حبيت نتعمق اكثر شخصيا مما لرزمو، ما لقيتش برشا حاجات. من بعد مع المخرج كريم قالوا لنا احنا سمعنا معناها اللي كان ذي عم الحبيب ظن توفى الله يرحمه، كان
كان شخصية معناها معروفة في الحبس الناظور، وكانت العبيد تهيب وتقدروا، وكانت عنده أعداء برشا فهمت، وكانت زادة فما عبيد تحبه زادة اللي يعرفوا على حقيقته. دوكو حاولنا في السيكونس اللي موجودين حاولنا نظهروا شنية الكوتي الصعب اللي في الشخصية هذه والجانب الإنساني زاد. ساعة الكاستينج نحب نحكي على بلال سلطنية اللي كل مرة مش خاطره صاحبي وعلى خاطره صاحبي وبكل المقاييس ديما بلال نكتشف فيه حاجة جديدة، كاريزما رزين برشا قدام الكاميرا. دونك نحب نحيي بلبل ونحيي الممثلين الكل بالمناسبة، هادي ماجري، محليه، أحمد لندلسي، الناس كل باش ما ننساش بالحق فما برشا خدمة في النيفو أكتينج، العبيد خدمة على رويحها، كتيبة زادة والفيلم مكتوب مليح. يمكن فما حاجات اللي فيهم زربة باش ما غطيوش عين الشمس بالغربال، نحب نقول خاطر صحابي هوني، خاطر صحابي دونك، وكريم قتلوا أنا قتلوا راني نحب نقول لك حاجات اللي نقدموا بهم كيما أنا نعمل حاجة دونك فما حاجات اللي ظاهرين لوليد ما صورهمش كيما حبوا، لكن الفيلم أفواغ ندعو للعبيد اللي لو 21 ديسمبر يمشيو يتفرجوا في الفيلم، يمشيو يتفرجوا في الفيلم في دي بون كونديسيون، خاطر اليوم ديما نقول راهو فما مشكله هنايا معناها في الساله في الصون وكل فما برشا عباد تقلقت، لكن فيلم فيه برشا خدمه، فيلم فيه برشا روح ظاهر، فما برشا تعب راهو كي تشوف لي كونديسيون وتشوف لي ديكور اللي مصورين فيهم الفيلم. كممثل نجم ناكد لك اللي فما برشا تعبوه ليكيب تكنيك والممثلين والمخرج زاده، دونك نحييهم الكل، برافو على الخدمه اللي خدموها. امشيو تفرجوا في السينما، امشيو تفرجوا في السينما التونسيه سورتو هدهود، برافو حبيب هاكا اون ديريكت مع موزايك، حبيت نقول لك برافو بابا. ديما محليك. دونك كيما قلت خدمه كبيره للممثلين الكل، للمخرج وكل، ونقول للعباد مشيو تفرجوا بالحق، سي ان فيلم افوار ا بارتير دو 21 ديسمبر موجود في لي سال الكل، دونك مشيو تفرجوا وتمتعوا ومن بعد اعملوا راي وحدكم بالله، لا تقعدوا تسمعوا فيه الاراء نتاع الفيسبوك ولا الاراء نتاع لي ريزو سوسيو، خاطر ان فيلم راهو تتفرج فيه ومن بعد نحكيوا عليه. ممثلين محلاهم، اذا تحب نحكي على الكاستينج يعشقوا الكل ومنهم فتحي العكيري زاد محلاه. سيبوكم فيلم محمد احضر لندلسي، اي احمد لندلسي، لا مخاطر عنا احنا محمد احضر يا محمد، محمد لندلسي محلاه، ثم تطور ونضج في خدمته شيء يعشق ويربك والخدمه متاع كريم كيفاش من حادث من جريمة من في ديفير سفاح، وإن كان سفاح أما التخريف على كل المستويات، الصورة، الموسيقى، الإرباك في الإخراج، يعشق خدمة قد ما كان محلي تونسي قد ما ريتش الفولكلور في تونس. أول مرة مراش الفولكلور الصور الجاهزة المتعارفة، ثم عمق وظاهر قماش متاعه من قاع الخابية، ويعرف بلاده ويعرف محليته، يعرف كيفاش يولي الإنسان مجرم وملك الموت وجبانة تحت ساقيه ويقرر في الموت، وكيفاش اللم في الآخر تقول لك أنا اللي قتلت مش ولدي، أنا اللي قتلتهم هذوكم. تعرف العقاب والجريمة ما عادش قبل ما تحكم يزمك تفهم، وكي تفهم ما عادش نجم تحكم، خاطر تحس بالشخصيات. تعرف كل عام من غير من إن شاء الله يولي كيف ولا خير منه، فرانسيس فورد كوبولا وقت اللي خدمه بوركاليبس ناو، السين متاع الهليكوبتر، العيب اللي قالوا له وليت حببتنا في الحرب، وكأنك حببتنا في الحرب في الفن بالفن، قال لهم لا وقلي فما في وضعيات أحمد لندلسي وميسة مشبه في الأم، ماهيش النمطية الأم اللي تلقاها في كل أم جستما،
سي فتحي يمكن زادة فما خدمة كبيرة على الكوتي بسيشيك على الكوتي بسيكولوجيك بلوتو متاع صفيح نابل والخدمة اللي خدمها سواء كيفاش ورا شنو العائلة باش تعديت البو والأم مش العائلة برك تونس كلها هذيك هذيك كيفاش في تونس يتخلق سفاح يتخلق سفاح حتى لا يولد سفاح آخر هو معروفة هي حتى لا يولد ريشار آخر هو في مستوى اجتماعي القاء فيه ثم إرباك كما تتعاطف معاه السفاح ولا تنفر منه ثم إرباك وهذا اللي خليني نتأمل في الفن خطر راقي برشا الفيلم ونتمنى له كل خير حقيقة نتمنى له كل خير ونتمنى اللي وراه ماكينات تدفع وتعرف به وتوزعه فما ناس فما جيل جديد قاعد ينتج في سينما مستحدثة بأنواع مستحدثة بأنواع مختلفة أمام مشبهم الشبيبة متاع اليوم يعاود يحسسني بطرف وقت كنت في صغير أنا وإن كنت جون فيو توا مي ناخو منهم الفريشار متاعهم والطرافة متاعهم والإتقان الفني على كل المستويات حقيقة ويتدخل فما حواس يجبد الحواس وكأنه يمتص الحواس مش تنصهر فيه كيف ما جدي قبل كان يخرفنا أما في عوض توا جدي يخرفنا توا تمشي لقاعة سينما حق مشيت للسينما اي من الاخر مشيت للسينما